حياكم الله. أجرى خادم الحرمين الشريفين للملك سلمان بن عبد العزيز اتصالا هاتفيا بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح هنأه فيه بتزكيته وليا للعهد في دولة الكويت الشقيقة، متمنيا له التوفيق والسداد، كما أجرى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بارك له فيه اختياره وليا للعهد في دولة الكويت الشقيقة. وسأل ولي العهد الله العلي القدير أن يعين الشيخ مشعل الصباح ويوفقه لخدمة الكويت وشعبها الشقيق.